لي ديرني طون واحد السؤال طرحوه بزاف ناس ومام انا واحد من هادو الناس. هذا السؤال هو علاش مراش كاين العراس كيما بكري وسيرتو في البيريود هذه اللي هي الصيف. بكري لا تعقلوا كنا نشوفوا كل يوم كورتاج فايت علينا، ماشي كورتاج واحد، 3-4-5 في الليل وفي النهار. تلقى الناس زاهين فرحانين، القلوب ملمومين، جوارين متعاونين. بورتون العراس كانوا يديروا في السطوحه ولا في القواطين. داك القيس الناس كانوا قلاليل بصح كانوا شبهانين. كانت كاينه النيه، البركه، القلوب صافيه. تلقى 90% العراس تاع بكري كانوا صادقين. علاش؟ الرجال كانوا رجال تاع الصح، والنساء كانوا بنات الرجال تاع الصح وصابرين. الراجل ما يفوت مرته والمراه ما تفوت راجلها، واقفين مع بعضهم على الحلوه وعلى المره. بورتون ما كانوش يعرفوا غايه في الدين، بصح تلقاهم الكلام ربي مطبقين. ربي شا كان يقول؟ ربي قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وقال ثاني ولا تنسوا الفضل بينكم. هذو الازواج من يدابزوا يتخاصموا بيناتهم، ربي يقول لك ما تقلقش، ما تنساش بلي هذه المراه كانت تطيب لك، انت ما تنسيش بلي هذا الراجل كان يتعب عليك. مالغري كانوا يدابزوا بيناتهم ويتنايفوا بصح ما كانوش يخسروا مع بعضهم، محترمين العشره والملح اللي بيناتهم. بصح دروك حدت ولا حرج، العراس قلالو كومسي كاع ما كانش. السبب الاول هو النيه، النيه ما ولاتش كاينه. والسبب الزوج هو التوسويس، راه بزاف الراجل تلقاه موسوس خايف من المراه الا ما تصدقلهش. باسكو علاش؟ عنده نظره على النساء، ماشي كاع النساء كيف كيف، ربي خلقو فرق، ما خرجناش مكرش وحده. والمراه ثاني خايفه من الراجل الا يغبنها. والزواج والرجال ثاني ماشي كاع كيف كيف، ربي خلقو فرق. تلقاهم للزوج عندهم النيه الناقصه وخايفين من الطلاق قبل كاع ما يتزوجوا، وهذا دخل في الشرك بالله ودخل في سوء الظن. انت ما على بالكش كاين من القدام وانت ما على بالكش كاين من القدام. عليه الصلاه والسلام قال لك اطفر بذات الدين تربت يداك. انت من الاول عرفت تخير، بصح كاين ابتلاء، ربي قادر يبتليك بامراه ماشي مليحه كيما المرا قادر يبتليها براجل ماشي مليح. ولو تروازيام بوان اللي هو تري امبورطون اللي هو تقدر تقول معضله العصر، سيكو الزواج دروك ولا ان بروجي، مشروع كبير، مصاريف كبار باش دير عرس. وسيرتو سيرتو الى طحت في ناس ما يخافوش ربي، طحت في عائلات يتاجروا ببنتهم نورمال، تحسب جوار تاع بوله اللي يمد بزاف يعطوها له. علاش؟ كاين عائلات والله لا يخلعوك يطلبوا المحال للعريس، 20 مليون 30 مليون 40 مليون مالكم؟ هذه تجاره، هذا ماشي زواج. هذا الزواج نعيطوا له الميثاق الغليظ. مالوريزمون كاين بزاف عائلات دمروا ولادهم وبناتهم للحرام، واه باش يديروا الحرام، هما قاصدين الحلال الولد والبنت، ساسبو كان يعرفها في الحرام، يعرفها في الخفاء، ونهار اللي جا قدم عرقلوا له، بورتون بالك تلقاه ولد فاميليا، سارت بيناتهم غلطات، ولكن جا بغى يصلح الغلطة تاعه ويتزوج، عرقلوا لهم ما قبلولهمش، هادو أوتوماتيكمون غادي يكملوا في الحرام. في وقت الصحابة بخاتم تحديد كانوا يتزوجوا، بصورة قرآنية كانوا يتزوجوا، بكري كانوا يتزوجوا الأرواح، روح مع روح. على جال القرب من الله، على جال باش يبعدوا على الزينة، على جال باش يبعدوا على المعاصي، ماشي على جال المال. بس كل المال مهما كان قادر ينفد، بصح الحب تاع الصح والزواج تاع الصح يقعد. الور انا من هذا المنبر ما لي غير نقول اللهم سهل على كل شاب وشابة لقصد الزواج، وحصن فروجهم وبعد عليهم الحرام بإذن الله. قولوا امين ان شاء الله يا ربي، الله يفرح كل مؤمن. نتلاقوا في ساعه الخير. تحياتي لكم، كان معكم سمير بن الله، سلام.